وبالعودة إلى البصرة والجريمة المروعة هناك، سينضم إلينا الآن مصطفى الشمري مراسلنا من البصرة وتحديدا من الطب العدلي. أهلا بك مصطفى، يعني حدثنا عن آخر التطورات بما يخص هذه الجريمة وكذلك آخر التحقيقات. نعم زميلتي، ربما يعني الكل شاهد الخبر يوم امس وهذه الحادثه الاليمه التي حصلت في محافظه البصره، وايضا ما حدث من هذه مجريات الحادثه الاليمه التي راح ضحيتها اب وام وايضا واطفال اثنين، واصابه اخت هذا الشخص الذي قام بقتل عائلته واصابه اخته. بالنتيجه اليوم هنالك تضارب الانباء والاراء ما بين التصريحات وبين التحقيقات التي ربما سربت من قياده شرطه محافظه البصره وما بين اهالي الضحيه. اهالي الضحيه ربما تناولوا وتحدثوا عن روايه تختلف تماما عن ما اشيع وما قيل في تحقيقات قياده شرطه البصره. قياده شرطه البصره تقول وبحسب ما وصلتنا من مصادر خاصه ان الطفل قد ربما كان يعني عليه ضغوط نفسيه وقد قدم بقتل عائلته بالكامل واصابه اخته، لكن اهالي الضحايا لهم ربما روايه اخرى. احنا الان متواجدون في الطب العدلي ويعني عائله الضحيه قد ينتظرون جثث ضحاياهم وايضا لديهم قصه وتفاصيل. نتحدث اكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام عظم عليكم الاجر. الله حياكم الله اجرنا واجر. نتحدث عن كل هواي ناس جاي يقولون اكو قياده الشرطه، اكو تصريحات داخل القياده، هنالك من يقول انه اكو ضغوط نفسيه على الولد اللي صار. خلينا نتحدث عن تفاصيل الحادثه، شلون صارت الحادثه؟ اول شغله حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله ما شاء فعل. الحادث اللي صار هو عرضي بحت لا اكثر ولا اقل، اما اللي يقول مثلا الولد متعرض الى ضغوط نفسيه هذا الحكي مو صحيح. اللي يقول مثلا الولد مخمور هذا الحكي هم مو صحيح. الولد من عائله متربيه نقدر نقول الولد بالنسبه له اللي متوفي هو يداوم بالبلديه موظف وزوجته مدرسه. فالعائله الحمد لله يعني متطوره والعائله نظيفه. ايش قد عمره الولد اللي قام؟ الولد 12 سنه، انه طفل مجرد ما جاي يلعب بسلاح، وانت تعرف كل بيوتنا بيها سلاح. جاي يلعب بسلاح ما اعرف رفعت بيده، ما اعرف لها. نحمد الله ونشكر على كل حال. بأي ساعه صارت الحادثه؟ ساعه ب 12 و10 تقريبا بالليل مساء يعني. زين. ناس يقولون يعني قاده الشرطه يقولون، ناس يقولون انه مخمور، او ناس يقولون انه اكو ضغوط نفسيه داخل البيت. خلينا نوضح من خلال الراي العام. اي صح لهذا الحكي. وقلت لك بالنسبه للتعنيف فهو ابو الولد او اللي متوفي الحمد لله خادم الامام الحسين عليه السلام، اكثر خدمه الحسين تعرف حيدرنا. فحيدر يعني ما يعني هو غني عن التعريف، حيدر معروف يعني ما له اي صح هذا الحكي. حيدر بالعكس انه هو مدلل اطفاله، يعني هو خادم الامام الحسين عليه السلام. بعد ما اقدر احكي اكثر. بعدين يعني شلون يعني سلم نفسه للشرطه؟ هو رمى بالبندقيه وطلع يركض للشرطه. كتلت ابوي ما ادري، تعوروا ابوي طبوا عليهم. هاي بيس ساعه؟ هاي ب 12 ونص تقريبا، 12 وربع 12 ونص اقل بالليل مساء يعني. هسه شو تنتظروا من الطب العدلي؟ يعني اجراءات بعدها ما كان؟ هو اجراءات الدوله اللي هو قرار القاضي، بس انت انا قرار القاضي نسلم الجثه ثم نحمد الله وشكرا. وهو الجاني اكيد راح يتحول للحدث، وان شاء الله الاجراءات تكمل ونحمد الله وشكرا. الله يجبر مصاكم. الله يحفظكم، مشكورين وجزاكم الله خير لنقل الحدث بصوره صحيحه. وهو ارجع واكرر، اي شيء من هذا اللي نقلت القنوات او نقلت الماره مخمور او متعنف، كل صحة ما لها. اطلاقات نارية من طفل طلعت وندمان وما اصلا ما يعرف شو يسوي. جزاك الله خير وحياكم الله. اهلا وسهلا. نعم يعني اليوم يعني الرواية دائما تكون على لسان يعني اهالي الضحايا. يعني اليوم زميلتي الكل من يوم امس ولغايه الان الكل مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات قد تناولت انه هذا الطفل هو كان مخمور او ربما هو عليه ضغوطات نفسيه ومعنف داخل المنزل، واثر هذه الضغوطات النفسيه والتعنيف قد قدم على قتل عائلته. لكن اليوم هذه التصريحات ربما اليوم للاسف مواقع التواصل الاجتماعي ربما تؤجج بعض
بعض الأحداث وبعض الحالات، لكن نحن ننتظر إلى وصول الحقيقة بتفاصيلها ودقة التفاصيل ودقة الحقيقة ونتحرى من مصدر الحقيقة. الآن يعني تحدثنا مع أخ الشخص الذي قام بقتل عائلته، وتحدث لنا وقال أنه لا توجد أي ضغوطات داخل المنزل ولا يوجد أي حالات من تعاطي الخمور وما شابه ذلك، ولكن نحن يعني ننتظر التحقيقات الكاملة الخاصة من قيادة شرطة محافظة البصرة وأيضا الأدلة الجنائية وإلى ما سوف تتوصل التطورات، وسنتابع معك لاحقا باقي تطورات هذه الفاجعة. شكرا لك وشكرا لانضمامك معنا، كنت معنا من البصرة مراسلنا مصطفى الشمري.